ابويا ما ضربنا الله يا ابو انت وش دوج يميل سنك فوق هاليبل بتطيح تبونا جو ما صنن عني انا وين فوق يبل زعان تطيح يا ابويا بحول لي سفن حسن تبونا اخوك يا رب اذا انت ما حد واجي ايش طلعنا قبل تسوي شو انا ما وصيتك انك تتربع لي هنا تباني ابو بدر ابو بدر يا عيني تربح ها ها وانت فهد قبل الشغل وش تسوي هنا وش تسوي يا حسن تحول عسل؟ هي عندي سبان وبحولها. حول عسل. زبن ساعدك. يا ريت ما يدربكم بالعسل ولا كلكم هو يدرب العسل. السلام عليكم. الحين انت تروح؟ حبه وقع العسل حبه. العسل وينه؟ راكب ايش حط لكم بمكان؟ حصل العامل قال لي ابو بدر فوق في اليبل. الله يغربكم ويغرب العامل فوق، ما كثير اعطيتوه بخشيش شيء اعطيتوه ولا ما بيلعثكم علي، يباني بعد. خلوا ينفعها يصير الضاحيه هناك عند الحمير بنحول وراك العسل يا ابوي دراكم العسل ولا لداكم ولا تلومكم تعلم يا ابوي بتلوم فيكم وياكم ولا طحتوا ولا كلكم ورمت عيونكم ولا بنيكم ولا شو يا رجال بنتعلم بنتعلم ونشوف انت انت, انت سنه سنتين مروح عند هالدنيا يا بروح عنده ما بتخالفوني انا عندي عيال انا ما بتخلاكم الدهر هاي ما بتخلوها كيفكم انا الحين بدي اني اعرفكم ممكن اقول لكم مرحبا الساعه خلاص ما حد ابوي بيقول لكم قرب ايه شو تسوي؟ انت حرامي سرقه قم بيهزموكم ايه انت سمعت هذا يقول لك عطى الاجير اجرك قبل ما يجف عرقه هذا انا خايف منها وانا الله خير هاي خايف منها نبوني انتم من هضاكم يا ابوي احنا بنساعدك لكم بعد انا ما خايف انا بنصيبنا سهمنا ما نبحنا هذا لكن لو نص العسل كان بسوي كيلو قهوه يا انا شو صفيتوني اسمي هاي اللي خايف منها هاي هو العسل وين العسل هذا قاصر بعد اني ادليكم بالعسل عيال تبيتوا عليه في الليل وين العسل هاي قاصر الله يغربكم غرب فهد وغرب العامل هذه اللي عدكم به بعد هاي قاصره يا ريال مكونه متصلحه العسل وين جيبوا العسل وين بسووه حشاش العسل وينه؟ يا ابوي فهد قول له عقول له ثايم، عقول له ثايم الحين اللي بيشوفونا حد بيقول هذا هين حراميه، طلع عسل عسلنا احنا، ما بزين سرقه، عقول له ثايم، هيا حق ثايم حق 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 انت ليه انت خبر قول منا ابو بدر موجود منا ليه خبر هذا فر فلوس فلوس شو انت اعطوك كميتين بخشيش انت تقول ابو بدر في موجود منا ودي عسل العسل وين يلا بيستوي علينا الليل شو ليه خبر انت قول لهم منا كريفر ما في موجود انا ما في معلوم وين نروح العسل خلاه تو... انت خبرته قلت له رباب في منا موجود يلا مو بزين هذا مونا تراك بسامه ونشيل العسل يلا سيروا له كل العلبة سويت عورة فهد تعال شوف الخير كيف هالعسل ذا تعال بتشوفه شوفه ها خلوا العسل خلوا العسل بتعوره خلوا العسل خلوا العسل خلوا العسل يا اخواني لا لا اهل الله يا ابوي ايش تبوه زين ايش تبوه ايش تبوه اوه الله يصرف بليسك تعال شيل عسلك من بعد تعال لا اله الا الله اوف عيوننا ها عين عين الله يغربله هو والعسل زين والله ما مرتكم ابوي ما مرتكم قلت لكم تطيحوا وتلدوا خليه تقطع قوم روحوا يا رجال قوم نفدوا يا الله يا ربكم قايل لكم لا يلا قوموا كل ليله ويتوا لا خليتوا علينا ما بتعسل طارت انا منصف شو تريدوا ما بفزع منكم عقب ما تفزعوا الحين هذا ريني وهذا عيني وهذا راسي ابي اكلكم ولو طحتوا تكسرتوا ومتوا ابتلي بكم انا يلا 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 انت السبب منه خلاص جاتو جاتو جاتو